وساء الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة سكنية معتبرة فاقت ب 1500 سكن بمختلف الصيغ، بالطبع تهيمن عليها نمط السكن العمومي الإيجاري بأكثر من 2400 سكن، وكذلك أنماط أخرى كالسكن الريفي بحصة تفوق 1200 إعانة مالية. هذا يؤكد استمرار السلطات العمومية في تدعيم الفئة الهشة من المجتمع من خلال توفير إعانة مالية للسكن وكذلك سكنات اجتماعية لائقة.